لما كنا في يوم من الأيام في الانتفاضة الأولى محبوسين في النقب، هاي سبق ذكرت القصة برضو أكررها، محبوسين في النقب، وكانت الأقسام في البداية بتجمع لها 200 250 270 في القسم الواحد. كان في يوم من الأيام في المهم طبعا المساجين إنهم شاويش، شو شاويش يعني منهم هم بيختاروا مشان يكون هو حلقة الوصل مع مين؟ مع إدارة السجن، مع إدارة السجن. وكانوا هم بتعرفوا هم كل 40 يوم في عندهم تجنيد إجباري، كل 40 يوم غيروا ما يسمى بالشفت، شفت الجيش هذا اللي بيشرف على السجن، كل 40 يوم بتغير يوم يوم، وإذا مغيرين شفت افهموها، مغيرين شفت اللي بيجي بيكون على صلة مع الشاويش تبع المساجين، واحد حاطط طقية وقال له لحية. هذا صار يجي بدون ما يعني لا يسلم، جلف هذا الشاب في الثلاثينات. المهم الشاويش العربي تبع المساجين قال لقائد السجن شوف هذا بده يجي مؤدب، وإلا بنعمل لك مشكلة في السجن، نعمل لك مشكلة. فقال شو بقول قائد السجن، قال ما تأخذوش هذا، هذا ابن نائب كهانة، هذا ابن نائب كهانة، يعني تأخذوش، هذا أبوه من أكبر المتعصبين، ابن نائب كهانة. فقلت شويش هذا معناته خلينا نلعب معاه خلال هالأربعين يوم لعبة، نظامه ابن نائب كهانة. اسألني يا اليهودية دين ولا قومية، خلي يعطيك جواب. طبعا مدير السجن أذى نبه عليه وقال يعني صار يجي كل صباح الخير ومساء الخير بالعبري. طيب قلنا له اسألوا، طبعا بيجي على الباب بوقف، سألوا يهودية دين ولا قومية، جاوبه. قلت الممتاز، ركت على جوابه، اسأل لي يا واحد اثنين ثلاث، سألوا اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعده، كل يوم شو كان الجواب، ان كله كل طب نناقشه هيك نناقشه. مضت الشغلة اسبوع، زادت على اسبوع ظن شوي، قومية ولا بدين بدنا نفهم، لانه ان راح في القومية بروح، ان راح في الدين بروح فيها من خلال التوراة نفسها والعهد القديم وهالتفاصيل كلها. ولا بالاخير شو بقول له هذا ابن نائب كهنة، شو بقول له للشويش، قال له يا اخي انا بخصنيش، هذه البلاد لكم. حتى تعرفوا ان المسألة اسطورة، هاي اسطورة. قال له انا يا عمي بخصنيش وهذه البلاد لكم. وبعدين ايش، وصار يجي دائما ملزق في الباب، الى درجة ملزق في الباب، وهالانسان اللي ابتسامته هالقدة والتعامل اللطيف والاخري، في الاخير انتبهوا له، الى درجة انه مرة مدير السجن اجى شده من بعيد وصار يأنف، يعني بتظلك واقف هون ليش، بتظلك واقف هون ليش، كلها صلبطة ولفلفة. لما بدهم يواجهوا الحقيقة بيعرفوا انه لا، انه وعد ابراهيم اللي بيقولوا عنه، طب وين هم بني اسرائيل، هاتوا اشوف، حتى نشوف وعد ابراهيم لمين، لو صحيح الوعد لمين هم، مش هيك، للأشكناز اللي جايين من ال، فهمتوا، ها ما هم لهم ورطتهم كبيرة، هم ما هو قيادتهم أصلا مش من بني إسرائيل، تفاصيل طويلة. وأنا يوم من الأيام يعني في بداية الانتفاضة الأولى كانوا يستدعوني كثير، قلت لهم شوفوا أنتوا، كانوا قاعدين قدامي ضباط تقريبا ثلاثة أربعة كله عينين زرق وبيض وعينين زرق، قلت لهم أنتوا بني إسرائيل، انا شكلي بسموه الشكل الاسرائيلي واكلكم. واكلكم اللي يحرر فلسطين بني اسرائيل، بني اسرائيل. كيف، قالوا لي شو كيف، انت كلها صلبطة شغلتكم، انت بني اسرائيل. وهم طبعا لما تناقشوا، ما هو صحيح، صحيح، ما عارفين، ما هم دارسين، ما هم انتبهت كيف، بس ايش، مين اللي جابهم هون، ومشروع غربي وتلفيقي وتفاصيل ولفلفة. لذلك في منهم ناس على فكرة خلاص بغادر البلاد بقول لك صحيح تعال، خصوصا اللي بيقرأ فيهم وبيعرف وبيدرس مظبوط، هم بيكذبوا بيكذبوا بيكذبوا. بعدين في كثير في الناس اللي عندها أخلاق وقيم
تكتشف انه مش صحيح. وذاك في منهم ترك يترك على هذا الاساس، ما بدوش، عارف، صار بيعرف القصة. وإلا يعني ايش احنا من احنا صغار وهم يقولوا لنا 6 مليون يهودي، يعني من قبل 50 سنة كانوا 4 مليون، 4 مليون يهودي من 40 سنة، هلقيت قديش؟ هلقيت قديش؟ لا انت قيم العرب، قيم العرب قديش هم الان؟ يا دوب يوصلوا 6، يا دوب يوصلوا 6 من 50 سنة، 4 مليون بعدهم 6، ما انتوا هجرتوا مليون من الاتحاد السوفيتي لوحده. وين راحوا هدول؟ من 50 سنة كانت العراق 4 مليون، هلقيت قديش؟ غير اللي انقتلوا في الحرب، هذول اللي انقتلوا في الحرب معظمهم شباب، شوف قديش ممكن يخلفوا كم مليون، ما هو اللي انقتلوا 0.5 مليون واللي انجرحوا كذا، مش هيك؟ هذول لسه لو بقيوا كان العراق اكثر من 35 مليون الان كان، تمام؟ هذول بعدهم 6، طب ما كنتوا 4 في الوقت اللي العراق 4، في الوقت اللي العراق 4 وين بروحوا؟ والان في مشكلة عندهم، مسألة الهجرة المضادة. ليش؟ لانه فيش افق. وليش؟ لانه اصلا هم في سياساتهم، على فكرة هم اللي خربتهم ماتياسهم سياسته، إلهم اكم سنة، إلهم اكم سنة وهم بيقولوا بدنا نضرب ايران، بدنا نضرب ايران، وايران عندها ممكن تضربنا، بدنا نضرب ايران وايران. طبعا لما بسمع شعبهم هالكلام هذا، وبتعرفوا ولا تجد انهم احرص الناس على حياة، يعني هم في شغلات حتى في سياستهم من حيث يدروا او لا يدروا عم بخوفوهم، ها بكون عندهم قصد ثاني، وبالتاخر ومش قادرين يلموهم الان، مش قادرين يلموهم. لذلك هذا المشروع في النهاية بدوا هم بيشعروا انه مشروع هذا خاسر، خاسر، وبعدين يعني مشكوك في بقائه اصلا. والله سبحانه وتعالى ميسر لهم قيادات، بتفهمش انت بتظنوا بفهموا عندهم افق، يعني في شغلات هذول اكثرهم صار مصالحهم اللي بتحكمهم، ما فيش اخلاق، يعني مش هذول هم الاباء اللي بنوا، الان بفسدوا على كل المستويات، بفسدوا كشعب وقيادات. وهذه مقدمة الزوال، يبدو خلصنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله. وبارك الله فيكم.